A leader is defined as a person who rules, guides, or inspires others. A leader is a very important part of state formation in any society, but particularly in Egypt. Without a leader, a state doesn't grow and flourish as quickly or efficiently as the states with leaders. Early Egyptians allowed Egypt to become a notable state through their communications, ideas, innovations, and while showing how Egyptian rulers made a presence in the pre-dynastic period, how they developed to later and how they impacted the state are important when considering the Egyptian state formation. So our educational expert in our school, Al-Hajj Taha Abbas, made a show to describe a lot of Egyptian leaders from Muhammad Naeem to our president now, Abdel Fattah al-Sisi. بنت المعز القاهرة حتى الصباح ساهرة شامخة لا تنحني كبرا صبورا قادرة كم هزمت ممالكا وكم طوت جبابرة تحكي لنا تاريخ مجد أو تقص نادرة مدينتي مهما قصى قلب الزمان صابرة كل لها يا مدينتي أخشى على هذا الجمال فالليالي أنا مصر أم الحضارة والهرم والنيل أنا اللي على كل العرب صاحبة جميل قبة سماء صافية وزرع أخضر ده جوي عنبر ونيلي ميته وسكر وشجرة العين طلعت عندي في الأزهر كرهت ظلم الشعوب وحاربت الاستعمار صليبيين ومغول روم وإنجليز وقطار والنبي قال عن ولادي دول خيرة شباب الأرض صانوا بصمود وكفاء الوطن والعرض تعالوا يا ولادي بسرعة وادخلوا من الباب وقولوا قصة كفاحكم للصحبة والأحباب مين؟ أنا ابنك يابا فلاح شرقاوي أصيل فكر وقول مين أنا وفقني ربي وحفظت كامل كتاب ربنا وأظهرنا فضله عليا وعلى كتير مننا وجيش دخلت عمري يجي 17 سنة بكفاءتي وصلت رتبتي إلى أميرة لاي والشعب اتدفى حولي وكان بروحه معايا رافضين نفوس أجنبي نوافق عليه إزاي وفي 9 سبتمبر سنة 1881 الجيش أنا كنته وعملنا مظاهرة عابدين ووقفنا بشجاعة ضد الظلم والظالمين وجه الخديوي وقال مين اللي جابك مين؟ أنا قلت لينا حقوق إحنا يا مصريين أم قال أنتم عبيد مالكمش عندي حق رديت وقلت الظلم لازم نقول له لأ إحنا خلقنا ربنا أحرار ولاد أحرار مش مخلوقين عشان نبقى تراث وعقار وقلت لينا مطالب مش عايزة تطنيش اعزل وزارة الرياض وزيد عدد الجيش عشان نصون البلد وفي ديمقراطية نعيش والرد كان احتلال بقوة انجليزية رمت قذائف على المواقع الاسكندرانية ويوم خان الخديوي ولقى نصر الدين وقفنا وحدينا نقاوم احنا يا مصريين ومصر كانت تابعة لأوامر سلطان عثمان مرضيش يساند واعلن وقتها عصيان في التل والقصاصين صمدت في مكاني ولولا خيانة دينيسيبس والبد وعصابة من الضباط لحققت لك يا بلدي أعظم البطولات برضك مش عارفاني يما قلبي معاك يا بطل في الحرب والمنفى واللي هضربك إلهي من وجودي في السن نظرك راح واسمك عنا ما يخفى قائد ودايما شجاعتك مضرب الأمثال راجل ولك معرفتك وانت من الأبطال يا ابني يا شهم الرجال يا أعز أحبابي يا أبو صمود يا بطل يا أحمد يا عرابي مين؟ أنا ابنك يما مصر كانت في قلبي وجوه نن عينيا
وانا لسه طالب في المدارس الابتدائيه، وفي ثانوي كان تعليمي جوه الخديويه، وفي كل مشكل للوطن انا كنت باشارك وكنت بتردد كتير على الشيخ علي مبارك، وكنت بتردد كتير على الشيخ علي مبارك. الحقانية الحقوق أخدت شهادتها في القاهرة وفي فرنسا، تمت دراستها. دايما بقول الكفاح هو طريق النور لشعب نفسه الجلاء من العدو المغرور، وقلت لابد نوضع للبلد دستور عشان محدش علينا يقدر يزيد ويجور. كتبت في جريدة المؤيد وكتبت في الأهرام بكل روح وطنية عايزين نعيش بسلام. أما جريدة اللواء أنشأتها في الحال منبر لوطنيتي والشعب كله نضال. وفي حادثة دمشواي جوه المنوفية حرقوا سنابل أمحنا وموتوا وليا، والحر كان وقتها ساخن وأيالة، قاوم شباب الفلاحين وبعزم رجالة. من ضربة الشمس مات من الإنجليز واحد، عتموا وجلدوا نفاتوا من البلد واحد. شهرت بيهم وقلت الاحتلال ده فظيع، لابد من وقفة ضده لحسن بلدنا تضيع. يومها كرومر هرب ماليله حد شفيع، واللي انكتب على الجبين لازم تشوفه النفس. ولا يأس ويا الحياة ولا حياة باليأس. برضك مش عارفان يا أمه زين الشباب يا زعيم يا ابو الوفا كامل، عمرك لبلدك هدية اديته بالكامل، وحزبك الوطني كان هدفه جلاء كامل، شعبيتك وطنيتك تحكي جهاد كامل، ونشرت حادث شوي في جريدة اللواء كامل، خليت كروما طفش من مصر بالكامل. والله ما زيك زعيم يا مصطفى كامل. مين؟ أنا ابنك يما. مصطفى كامل في الكفاح كان أعز أحبابي، بعدين وصلت المسيرة لبلدي وصحابي. عباس حلم الخديوي ما سمعش لجنابي لما طلبت دستور ومجلس حر ونيابي، وطلبت بعمل مدارس للعمال ليلية عشان نزيد الوعي ونقضي على الأمية، ومدارس ابتدائية وبرضو إلزامية. كان نفسي أشوف مصرنا عايشة في حرية، هي وكل شعوب أمتنا العربية. ما سندش عباس حلمي حركتنا الوطنية، أصل الجلاء أمنية غالية على شعبنا، وقناة سويسنا ده جزء غالي قوي عندنا، عايزين يمدوا امتيازها 40 سنة. فرفضت مد الامتياز عشان إهانة لنا. موتك يا غالي في سويسرا، وكنت يومها غريب، ومالك على بلدك صرفته وعلى الوجع والطبيب. ما لقيتش سند من خديوي ولا كنت عنده حبيب، لك عند شعب الكنانة اسمي عظيم ومجيد، حيوا خليفة مصطفى، حيوا محمد فريد. مين؟ أنا كنت بكافح مش عشان المظهر، أنا اللي كان تعليمي في الحقوق والأظهر. تعلمت في فرنسا وعمري ما كنت غربي، وقلت أولادي لازم يتعلموا بالعربي، وقلت بلدي هتبقى حرية مع استقلال، ودم داوم صحيح لما حكمنا جمال. طولت بالي في الكفاح وربك اداني صبرة عشان يرتاح أهلي وإخواني، وعمري ما انسى جمال الدين أفغاني، أستاذ عظيم علمني ورباني، صحفي كبير في الجريدة ولا حدش كتب قده لما عرف الأستاذ الشيخ محمد عبده، ورشحه وكتب في جريدة رسمية، وانضم بشجاعة للثورة العرابية، والإنجليز عاقبوه بالرفض يا ولداه ما يقش، وراح اشتغل في مهنة المحاماة. أنا رحت للمعتمد وكان معانا اتنين، وطلبي كان واحد، والله ما كان اتنين، عايزين بلدنا تستقل مش تبقى محتلين، ارحم بلدنا يا رب من الظلم والظلمين. يومها الانجليز نفوني في مالطا يا حضرات بكل قسوه، وما اعترفوا بتوكيلات، والشعب يومها الحقيقي كان البطل عنتر، ما رضيش يساوم
وقال إن قال يا منار من جهدي تصريح فبراير ودستور كان عظيم ومتين وألفت أبو الوزارة سنة 24 بردك مش عارفان يا أمه عرفتك يا ابني يا زعيم الأم يلي سافرت فرنسا عشان تحوش الغربة هفضل أحكي وأحكي في البلاد وأقول إن أنت أوفى يا زعيم يا سعد يا زغلول مين؟ أنا أبنك يا أمي أنت مش عارفاني يا أم الرجال نسيت ابنك اللي عاد ليك القناة أنا اللي على إيدي الكلام من الاحتلال وأنا اللي خليتك يا أمي جمهورية ونشرت فيك العدل والديمقراطية وعملت جيش جرار والصناعة ما تتعد خليت أمل الأعادي على صخرتك ينهد ويدينا كانت بالسلام على كل الشعوب تتمد ولما الاستعمار عرف إني عدو بجد أمر فقدر يدوني الفلوس علشان بناية السد بردك مش عارفاني يما إزاي يا إنسان يلي حررت البلاد من الظلم يلي الجلال على إيدك وكان أكبر حلم أشهد بإنك رجل ما فيه زي رجال كل المواقف تقول إنك من الأبطال شجاع ودايما شجاعتك مضرب الأمثال وفي كل شدة أقول أجيبك منين يا جمال مين؟ أنا ابنك يا أمه أنا استلمتك يا بلدي وسينا محتلة وعدوك المغرور على قلب البلد علة وفي كل خطوة كنت بعمل ألف ألف حساب وأمنت من كل قلبي بتعدد الأحزاب بنت كتير من المدن وأدمت معتقلات وسمحت للناس تتكلم ما كتمتش الأصوات دربت جيش العبور عشان نجيب النصر وحلمت يوم تغسلي توبك يا بلدي يا مصر وفي 6 أكتوبر يا غالية عبرت رجال أبطال وبنفسي أديت الأوامر اعبروا يا رجال من فرحتي كنت تشوف الدمعة في عينيا وأنا بشاهد ولادك طوفان معدية ورفعنا علمك يا مصر يا حرة يا عظيمة ومبروك عليك النصر من بعد الهزيمة بردك مش عارفاني يا أمه بطل السلام والحرب يا شهر يا أنور بحيي اسمك وحيي عهدك الأنور يوم العبور العظيم كان يومها الأزهر والله أكبر يا بطل الله أكبر مين؟ أنا ابنك يا أمه في 6 أكتوبر عبرت وكنت يوم على الناس كنت فوق الجيوش طاير وبهم الجسم وصيحة الله أكبر هي اللي جابت النصر يوم ما اتأثر عساف وهدمنا خطوط برليف والكل قال الله على المصري ابن الريح بيرمي دانات المدافع رمية شجاع حرير شهدت له كل الصحف حتى اسأله معاريف طلعاتي كانت قوية وسهمها صائب وفتحت باب مصر واخترني سادات نائب وفي اخر ايام يا امي الحمل مني مال الله يعينك يا بلدي على تقيل الاحمال بردك مش عارفاني يما اذا كان الله بفضله حماك وفي حرب اكتوبر عداك بعد ما شفت في اخر عهدك من اخطاء من اللي معاك بدعي لك دايما بالرحمه والطوله رحمه مولاك مين؟ أنا ابنك يما من قبل ثورة يناير كان في شريعة الغاب وكانت العدالة شمسها مقفول عليه أبواب والحق تايه يا ناس وعليه مغطي ضباب واقف عليه بسيوف ألوف من الحجاب وجه يناير بثورة وجه معاه النور والشعب عالظلم كان لازم يقوم ويصول ثورة عظيمة خلت الفؤاد مجبور من غير بنود سرية في الصحف منشور ما انا كنت في الدستورية واخد لقب دكتور انا اللي صمتك يا امي وقت التوه والضلمة وحضرت مؤتمرات فيها خير للأمة للفرق مش عايزين هدفنا الوحدة واللمة يا مصر يا ام الرجال طالبين بالهمة يا رب تبقى عرفتيني صحيح يا امة الشعب ارتاح اليك وكان معك مسرور في العدل او في القدر اسمك كبير مشهور وكنت قد المسرور
المسؤولية، ولكل واحد دور. وأقسم بعيسى ومحمد ورب البيت المعمور إن أنت صنت الأمانة يا عدلي يا منصور. مين؟ أنا ابنك يما، قد الثورة في شهر يمنا، والتحديد كان يوم 30، وقناة سويسنا الجديدة تحكي عزيمة المصريين عالكامبين. راح نبني مدايم تجارية عالضفتين من داعش يا أمي حماتك، وكمان من الإرهابيين اللي انتشروا في سوريا وليبيا واتلفوا في عبيت الدين، وعملت شراكة اقتصادية أطرافها اليابان والصين، وطرق دولية أنشأنا وبتوفيق رب العالمين. وفي عهد مترو الأنفاق مرحلة رابعة شغالين، نوّت مصادر تسليحك لأجل ما يبقى جيشنا متين. يا مصر أديكي بعمري واتباع ولا شوفك في غمة، وده عهد قطعته على نفسي وأنا قائد وقد الكلمة، من غير ما هقولك على اسمي هلاقيكي عرفتيني يما. برضك مش عارفين يما بتفوق الذهب الإبريزي، وغلاوتك دايما بزيادة، وفي عملك راجل تنفيذي ونشاطك ده فوق العادة. شلتني يا ابني في وقت الشدة على الوجه الأجمل أو أدى، عايزاكم تبقوا إيد واحدة وساعتها قلبي يرتاح. تسقيفة جامدة يا حبايب للسيسي عبد الفتاح. والناس وتدوس على الأحزان، عاشت مصر أمان. شكراً.